السلام عليكم. وقبل البداية ندعوكم مشاهدين إلى تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. السبب الحقيقي وراء تخلي المغرب عن منظومة إيس 400 الروسية. قالت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك إن المغرب يوجد ضمن العديد من بلدان العالم المهتمة بشراء منظومة إيس 400 الروسية عقب دخول تركيا رسميا إلى لائحة الدول المالكة لهذه المنظومة الدفاعية الجوية الفريدة من نواياه. كشفت تقارير سابقة أن المغرب بعد أن أبدى اهتمامه بشراء منظومة صواريخ إيس 400 الروسية نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط عليه من أجل عدم المضي قدما في الصفقة، حيث تسلط واشنطن تسليط عقوبات على الدول التي تقتني المنظومة الروسية. لكن مصادر أكدت أن السبب الحقيقي وراء تراجع المغرب عن شراء المنظومة العسكرية الروسية المتطورة إيس 400 كان مقابل حصولها على صفقة مقاتلات من طراز F-16 لتحديد قدرات اسطوله وقدرته الدفاعية بالإضافة إلى أنواع من الصواريخ والقذائف المتطورة. وفي حديث للمصادر نفسها اعتبر الخبير المغربي المتخصص في شؤون العسكري والأمنية محمد شقير أنه كانت هناك رغبة لدى المغرب للحصول على منظومة إيس 400 الروسية المتطورة، لكن في إطار التنافس العسكري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك عدة ضغوط، والذي يؤكد هذا المعطى هو الصفقة التي أبرمتها تركيا وعارضتها الولايات المتحدة. وأضاف شقير أن رغم كل الضغوط التي مورست على أنقرة نجحت هذه الأخيرة في الحصول على هذه المنظومة أو على الأقل على جزء منها، لكن هذا لم يمنع من أن الولايات المتحدة هددت تركيا بفرض تدابير انتقامية منها. واعتبر شقير أن كل هذا يعزز بأن كانت هناك ضغوط حتى المغرب في إطار رغبته الحصول على منظومة إيس 400 الروسية. بحسب موقع ميليتاري واتش الأمريكي تستخدم اليوم 7 دول لهذا السلاح الروسي وما يشبهه من أنواع، ويقدر تسلم دول أخرى هذه المنظومة الدفاعية الجوية في المستقبل القريب. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الخبر. طاب يومكم وإلى اللقاء.